تخيل أنك في قلب القطب الشمالي حيث تعصف الرياح كذئب جائع والثلوج تكسو كل شيء في مشهد أبيض ممتد بلا نهاية. درجة الحرارة تهوي إلى 50 درجة تحت الصفر حتى أن أنفاسك تتجمد في الهواء قبل أن تلفظها. في هذا الجحيم الجليدي حيث يبدو البقاء مستحيلاً يعيش بعض الكائنات في هدوء تام دون بطانيات كهربائية، دون تدفئة مركزية، ودون أن تخرج منهم شكوى واحدة من البرد. كيف تمكنوا من التكيف مع قسوة الطبيعة؟ إنهم الإنويت، سكان القطب الشمالي الذين أتقنوا فن البقاء في واحدة من أقسى البيئات على وجه الأرض. لم يستسلموا لقسوة الطبيعة، بل تعلموا كيف يخدعونها ويحولون الجليد القارس إلى مأوى دافئ يحميهم من صقيع الموت. ولكن كيف يفعلون ذلك؟ كيف ينامون في بيئة يمكن أن تقتل الإنسان في غضون دقائق؟ أما السر الأول فهو الإيغلو، منزل الجليد العجيب الذي يحمل في طياته سر الدفء وسط هذا الجليد القاتل لكنه دافئ. قد يبدو العيش داخل كوخ مصنوع من الجليد وكأنه عقوبة قاسية، لكنه في الواقع واحد من أذكى الابتكارات البشرية على الإطلاق. الإيغلو ليس مجرد كومة من الجليد، بل هو تحفة هندسية مصممة للبقاء في أقصى الظروف. الجدران الجليدية ليست صلبة فحسب، بل تعمل كعازل طبيعي للحرارة، حيث يحتجز الجليد الهواء الدافئ داخل الكوخ، مما يحافظ على درجة حرارة مريحة في الداخل، رغم البرودة القاتلة في الخارج. فكيف يمكن لهذا البناء البسيط أن يحقق معجزة الدفء وسط الجليد؟ في الداخل يتم تصميم المدخل على شكل نفق منخفض، مما يمنع الرياح الباردة من الاندفاع مباشرة إلى الداخل ليحافظ الكوخ على دفئه. أما النوم فيكون على منصات مرتفعة لأن الهواء الدافئ يصعد إلى الأعلى، مما يبقيهم بعيدين عن الأرض الجليدية المتجمدة ويمنحهم عزلاً إضافياً عن البرد القارس. ولكن بالرغم من كل هذه العوامل يبقى السؤال الأهم، كيف يمكن أن يكون الجو دافئاً داخل كوخ مصنوع بالكامل من الجليد؟ لابد من وجود سر آخر يكشف لنا هذه المعجزة الهندسية أو مصدر الحرارة. لكن هل يستخدمون المواقد؟ لا. هل يعتمدون على النيران التقليدية؟ أبداً. السر يكمن في شيء بسيط لكنه فعال بشكل مذهل، مصابيح الزيت. هذه المصابيح لا تعمل بالكهرباء، بل تعتمد على زيت الفقمة، وهو غني بالدهون القابلة للاحتراق. وعندما يشتعل لا يمنح الضوء فقط، بل يبعث حرارة كافية لجعل الإيغلو دافئاً دون أن يذيب الجليد من حوله. فكيف يمكن لهذه الشعلة الصغيرة أن تحقق التوازن المثالي بين الدفء والبقاء؟ لا يزال سكان القطب بحاجة إلى أغطية، لكنك لن تجد في منازلهم أغطية قطنية أو وسائد ريشية. بدلاً من ذلك يعتمدون على جلود الحيوانات التي صنعتها الطبيعة نفسها، فهم يستخدمون جلود الدبابة القطبية والفقمات كأغطية نظراً لقدرتها الفائقة على توفير العزل ضد البرد القارس. بينما يفرش الفراء السميك على الأرض ليمنع تسرب البرودة من الجليد المتجمد، بهذه الأساليب الذكية يستطيع الإنويت النوم بسلام وسط الجحيم الجليدي. لكن هل هذا كل شيء؟ أم أن هناك أسراراً أخرى تجعل حياتهم ممكنة في هذه البيئة القاسية؟ حتى ملابسهم مصنوعة من فراء الرنة والذئاب القطبية التي توفر عزلاً فائقاً وتحافظ على حرارة الجسم طوال الليل مهما انخفضت درجات الحرارة في الخارج. لكن بالإضافة إلى كل ذلك هناك نقطة مهمة أخرى، طريقة نومهم. على عكسنا لا ينام الإسكيمو متفرقين، بل ينامون متلاصقين، وليس فقط بدافع الحب العائلي أو القرب الاجتماعي، بل لسبب أكثر أهمية، الحرارة الجماعية. دفء الأجساد المتجاورة يخلق بيئة أكثر دفئاً داخل الإيغلو
مما يساعدهم على النجاة في واحدة من أقصى البيئات على وجه الأرض. إنها ليست مجرد تقاليد، بل استراتيجيات بقاء صقلت عبر قرون من العيش وسط الجليد. فكيف طور الإسكيمو هذه المهارات المذهلة؟ لأنها أفضل وسيلة للحفاظ على حرارة أجسامهم. عندما ينامون متقاربين، تتوزع الحرارة بينهم، مما يجعلهم أكثر دفئاً دون الحاجة إلى أي تدفئة إضافية. إنها تقنية بقاء طبيعية، تعتمد على حرارة الأجساد بدلاً من المصادر الاصطناعية. وبشكل عام، الإسكيمو لا يشعرون بالبرد كما نشعر به نحن، لأن أجسادهم تكيفت عبر قرون من العيش في القطب الشمالي. لديهم طبقة جلد أكثر سماكة تساعد على احتباس الحرارة وتقليل فقدانها، كما أن دورة دمائهم تعمل بطريقة مختلفة تحافظ على دفء الأعضاء الحيوية حتى في أقصى الظروف. لكن هل هذه التكيفات وحدها كافية للبقاء في بيئة تصل فيها الحرارة إلى ما دون 50 درجة تحت الصفر؟ أم أن هناك المزيد من الأسرار وراء قدرتهم المذهلة على العيش وسط الجليد؟ دورة دموية قوية تمنع تجمد الأطراف بسرعة، إلى جانب نظام غذائي غني بالدهون، يمد أجسادهم بطاقة حرارية داخلية مستمرة تساعدهم على البقاء دافئين حتى في أقصى الظروف. كل هذه العوامل مجتمعة تمنح الإسكيمو قدرة مذهلة على العيش وسط الجليد، بينما نحن نرتجف تحت البطانيات في فصل الشتاء. والآن تخيل أنك ستنام في قلب القطب الشمالي، حيث لا مدفأة ولا بطانية ثقيلة، فقط كوخ جليدي ومصباح زيت صغير وجلود الحيوانات التي صنعتها الطبيعة. والآن تخيل أنك ستنام في قلب القطب الشمالي، حيث لا مدفأة ولا بطانية ثقيلة، فقط كوخ جليدي ومصباح زيت صغير وجلود الحيوانات التي صنعتها الطبيعة. هل يمكنك أن تتحمل ليلة واحدة في عالم الإسكيمو؟ شاركوا آراءكم في التعليقات، وإذا وصلتم معي إلى هذه اللحظة فشكراً لكم جزيل الشكر على المتابعة والدعم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في دفء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.